مرحب يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطور او عشاء من البطاطا البيتي. اذا عندكم بطاطا بيتي من امبارح ما ترموها. عنا بطاطا، بقدونس، ملح، فلفل اسود، زيت زيتون، بيض، فليفلي، بندورة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. في ناس كتير بكبوا البطاطا اذا باتت، هيدي طريقة عن جد كتير طيبة ورائعة. قبل بدي اقطع انا وياكم البطاطا، بنعمها مربعات بهذا الشكل. قطعنا البطاطا، هلا بدنا نقلي مع بعض البندورة والفلايفلة. بسم الله، بقليهم شوي مع بعض. إذا متوفر عنا فلايفلة ملونة ممكن نستعملها، كتير تعطي ألوان حلوة. بس قلت البندورة والفلايفلة شي خفيف بهيدا الشكل، بنحط البطاطا فوقهم كمان، بقليهم شوي مع بعض. هلا نقلي البيض. بسم الله، حط فوقهم البهار والملح، خلطهم مع بعض. يعني عن جد وجبة راح يحبوها الكبار والصغار. بعدين بدي بقى اعملكم فيديو عن الرز، بس يكون بايت كيف نعمله بصورة فريش كأنه طازة. بنطفي الغاز. حطهم بالصحن. بسم الله. بنرش عليهم بقدونس. البقدونس بيعطي شكل كتير حلو ونكهة طيبة. فينا كمان نحط البقدونس معاهم بالطبخ.
هذه الوجبة اللي عملتها أنا وياكم من البطاطا البيتي، وجبة كتير صحية ومغازية. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.